بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للهزيمه ما نقولوش هزيمه، هذه كان بحال اكسيدون وصافي. علاش؟ لان الفريق كان مشى على قبل التيران، غادي يكون في التيران مزيان، للاسف تبدل المناخ، صبت الشتاء وقعت هزيمه عاديه ان شاء الله. لي جماهير الوداد اللي مقلقه، اللي ما كيفهموش الكره هما غيكونوا مقلقين، اما الناس اللي كيلعبوا الكره وكيفهموا في الكره ما تقولش لي باش تقلق. علاش تقلق؟ على واش هاد الفرقه عندنا زرقين؟ ما زرقينش، راه وقع اكسيدون وصافي. هذه الكره هي هذه، كان الجو شارك شي الجو كيفاش داير الكره. ما كتعرف الطريقه اللي كتلعب بها الوداد، وين كتلعب كتنزل الكره للارض كتلعبها، كتعرف عندك الميلوتين فيه الكواريه كينزلوا الله كيلعبوها. الكره ما دارتش في الارض، كانت مبلله وكانت شويه الارض قاصحه وما دارتش الكره. والهزيمه اللي ما كنحسبهاش الهزيمه هذه مقابله للنسيان. حنا راه كما قلتي راه عادي، هادشي هذا وارد في كره القدم، ماشي فرقات قديمه تربح، راه غير خص الجمهور يتفهم شي حوايج يتفهموا من الجمهور اللي كنتو تفهموا في الكره وكتعرفوا الكره. هاد الهزيمه راه عاديه وجد عاديه، ما تكونوا فاهمين. انا مزيان تخسر وتجي هنا للدار البيضاء وتبدل الجهد ودير، اما كتعادل والاكتلاف كتمشي معول فرحان بواحد البيت جبتيه معك من الخارج الديار، اللي هذاك كيولع فيك واحد الثقه زائده. من الاحسن اخويا هاد الهزيمه كنقول انايا قدر الله ما شاء فعل. بالنسبه للمطيع، شوف مطيع شاب جاي في الطريق ديالو، جاي كيشق في الطريق ديالو كيشق فيها. انا نقول لك، انا شو نهار ملي جا للواقع ومشى للمحمديه، انا عارف الدري كيفاش داير، تبارك الله فورم ديالو معاونه وعقليته. انا دويت معاه شخصيا، دويت معاه في التليفون، الدري نقي حتى في دماغه نقي، تبارك الله مربي وباغي يوصل. لان الدري نهار جا للواقع، جا تقريبا واحد عامين دابا ولا ثلاث سنين، جا للواقع ومن الواقع مشى للمحمديه. هذاك السيد باغي يخدم، انا حسيت به دماغه نقي وباغي يخدم. لا تبارك الله، غادي يكون يقول الكلمه ديالو ان شاء الله بحول الله، اللي غادي يعوض لنا القول هذا. كنتمنوا ان شاء الله الشفاء بعد الحارس ديالنا الكبير والتكناوتي اللي ملي كنقولوا التكناوتي راه التكناوتي وما ادراك ما التكناوتي. كنتمنى ليه ان شاء الله شي احتراف في اوروبا، اما هادشي ديال الخليج ما بغيناش ليه، حتى المستوى ديالك ديال اوروبا. نتمنى ان شاء الله تمشي اوروبا ان شاء الله وتحسن الوضعيه ديالك ان شاء الله بحول الله. وان شاء الله هذا الدري صايره هو جاي في الطريق ان شاء الله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يلعب في سيليكسيون ان شاء الله بحول الله. واش غادي نقول لك، انا ما نحتاجش نقول انا الجمهور، جمهور الوداد راه كلشي كيعرف جمهور الوداد. راك شتي الورق التذاكر راه صافي سالات، حبسات ما بقاش التذاكر، صافي كلشي تبيع كلشي. راه جماهير الوداديه جماهير الوناز راه عارفه حسب المسؤوليه ديالها، راه غيكون ان شاء الله خير ان شاء الله بحول الله. الجمهور راه غيدير اللي عليه، واللعابه راه شوف حنا راه يقين عنده واحد 100% ان شاء الله بحول الله غتكون واحد النتيجه عريضه اللي غادي تنسينا في الهزيمه ديال لالي. وجمهور الوداد راه حاضر بقوه ديالو ان شاء الله، غيكون حاضر فهمتي، غيكون حاضر بقوه بالتيفوات ديالو الهزيج ديالو بكل شيء اللي غيكون ان شاء الله. كل وقت فينا ان شاء الله يتبين ان شاء الله من اجل هذه الفرقه، هذه الفريق الغالي ديالنا حنا، فريق الوداد الرياضي. واللعابه راه حاسين بالمسؤوليه، اللعابه ملي كتجبد اللعابه راه عندك اللعابه ناضجين في المستوى العالي وعالي كبير. احنا راه كنقولوا المقابله ديال لالي غنساو، وغادي ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله بحول الله في هذا الرتور ان شاء الله. ولكن انا راه من هذا المنبر انا كنقول راه النتيجه ان شاء الله غتكون 3-0 ان شاء الله بحول الله. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.